انا ملك مهم جدا اسمه ملك العقرب تقول لي اه والله يا فندم لو دارك ما لقلوش ما, لقلوش ما لقلوش ترتيب فقال لك الأسرة صفر الملك العقرب دول اكتشفوا مجبرته في حته اسمها او في سوهاج في ابيدوس لقوا جواه اول رموز الكتابه المصريه القديمه اللي هي الكتابه الهيروغليفيه ولقوا مجموعه من الاواني من النبيذ جايه منين يا فندم جايه من جنوب فلسطين احنا كنا في جنوب فلسطين اه والله طول عمر مصر وادركت ان لازم تكون حدودنا ممتده شويه ولقوا مكتوب حاجة اسمها لقوا 160 لوحة من العاج مهم جدا والقال الموضوع ده واحد اسمه جونتر دراير ده راجل عالي راجل كده اسمه عالم مصريات واشوريات يعني مش مصري بس في مقبرة الملك العقرب, العقرب. الاسرة آه. زيرو اه والله فن ولقوا جواها لقى ذهبية ولقوا البطاقات العاج دي لقت اول بداية رموز للكتابة المصرية القديمة بس قال لا والله ده لو كان مكتوب عليها متسجل لان كان كل ملك بيجي بيعملوا له حاجه اسمها كده جريده الوقائع المصريه اه والله يعني الملك يجي مثلا يقول لك السنه الاولى من حكم الملك العقرب ايه اللي حصل الفيضان كان كذا باعتبار النيل اهم حاجه فتح معابد ايه اهم المشروعات اللي عملها فال160 وثيقه دول ادولنا رموز كبيره جدا جدا ومن اوائل الذين بلزوا لمحاوله التوحيد هو الملك العقرب لكن هذا اللي حضرتك بحاجه